الرحلة الأخيرة دي بتاعت العلاج، أيوه، كنت خايفة من إيه؟ كنت عاملة حسابك على إيه؟ كنت هل أنت فعلا زي ما أنا قريت كنت معتقدة أنك أنت هتروحي مش ترجعي؟ حد كتب قال أنت كأنها كتبت وصيتها، هل الكلام ده صحيح؟ يعني احكي لي بالظبط المشاعر ما قبل السفر وما قبل العملية في أمريكا. لا بص، هو كان آخر أمل ليا، بس أنا كان عندي إحساس إن أنا يمكن ما رجعش تاني، يعني خصوصا بعد ما الدكتور قال لي الموضوع صعب وأربع عمليات وبتاع، وهما very firm هناك، يعني بتسأله أي سؤال مثلا بيقول لك you gonna die انت on the table، عادي جدا ممكن تموت على يعني. ف يعني لكن حكاية الوصية ومش الوصية والكلام ده لا، بس أنا يعني ما كنت بتمنى من ربنا أن أنا أرجع، يا إما أرجع شكلي طبيعي زي بقية الناس وأعرف أكل وأعرف أشام وأعرف أستطعم، يا إما ما أرجعش خالص. هل فعلا كتبت وصيتك؟ هي وصيتي كانت لأمي والأخويا كانت إيه؟ إن هما إن أنا أرجع مصر، ما يسيبونيش أرجع أدفن هنا في مصر، وإن كل ما أملك يروح لولاد أخويا، بنات أخويا. ليه؟ عشان أنا ما عنديش ولادهم وأنا بعتبرهم ولادي. كتير ما يعرفوش ان العمليه صعبه قوي، العمليه كان فيها ترميم واعاده بناء عظام الانف، العمليه انهم استعانوا اظن بعظام القفص الصدري عشان يزرعوها. من هنا اشرحينا ايه اللي حصل بقى. اخذوا من القفص الصدري واخذوا من هنا واخذوا من وداني واخذوا حته جلد قد كده من اول مناخيري لغايه هنا، انا متغطي بالميك اب وكان ملفوف حوالين الفتحه اللي في النص دي علشان مناخيري ما كانش بيوصل لها اي دم. وبعدين شفط فاتس وخلايا جذعيه وابتدى يحقن الخلايا الجذعيه في المناخير، وكان مرعوب جدا من اي انفكشن، لو اي انفكشن حصل كان كل ده مات، فعشان كده كان عايز يخليني دايما تحت المتابعه. مش عارف، صعب. لا صعبة جدا، صعبة جدا. بص أنا عمري في حياتي ما تخيلت إن أنا أي بني آدم أقابله أو أبصله في مناخيره أول حاجة. أنا قاعدة بعمل أبص في مناخيرك. مش ممكن، أنا صغيرة كبيرة، أي أول حاجة أبص عليها المناخير. وأنا برضو خلي بالك بصيت على مناخيرك بس لقيتها ما شاء الله طبيعية جدا. بس طلب منك ما تلبسيش أي كمامة دكتور؟ هو وأنا في أمريكا ما كان أول عمليتين قال لي مش عايزك تلبسي أي كمامة، وكانت الكورونا عالية جدا، فعشان كده كنت بروح لوقت في الأوتيل على طول وبس. ودلوقتي بقيت ألبس كمامة، قال لي بس على قد ما تقدري، يعني ما تقعديش كتير بره، العيها ما تروحي. لكن بتقدري تتنفسي دلوقتي بشكل طبيعي؟ بتشمي؟ اديني حاجة أشم أقول أنا أشم أهو. شمي الورد. شم كل حاجة فيه طبعا. الحمد لله رب العالمين. مين كان معاكي في العملية وأنت بتعمليها؟ محمد أخويا وبنته لولو. مامي جت قعدت معايا شويه، بس كان درجه الحراره 30 تحت الصفر، فالثلج كان كتير قوي، فكنت قلقانه عليها كمان من كورونا، فقلت لها لازم ترجع علشان صحتها، يعني ما كانتش هتستحمل كل ده. بس محمد اخويا لانه امريكان سيتيزن برضه وبنته كمان، فهو اللي اخذ باله مني حبيبي. العمليه الاولانيه قعدت قد ايه تقريبا؟ كام ساعه؟ 11 ساعه. 11 ساعه. ايوه. حجم الخطوره كان كام في الميه تقريبا؟ هو قال لي كان داين، هو صريح جدا قال لي هو ممكن تموتي على الترابيزه يعني. في بعض الناس اتكلموا والدتك في التليفون وعزوها، ما علشان اللي نزل على اليوتيوب وتقال ان ورانيا محمود ياسين الفنانه الجميله نفت الخبر الحقيقي. انا كلمتها. حسيتي بايه لما انتشر خبر وفاتك على السوشيال ميديا؟ عيطت، قلت هو للدرجه دي الناس حتى مش عايزاني اخف، دول عايزيني اموت؟ لو انا مضايقه ناس كتير قوي كده، طب هم مين الناس دي؟ انا ما اعرفش حد خالص. قبل كده انت عملتي عمليه في لندن، كنت انت حكيتي لي وقلبك وقف لمده 4 دقائق. ومن البنك وقف 4 دقائق. ايوه، وده اللي خلاكي تنشري بوست تقولي انا بين ايدين ربنا ومش عارفه هرجع للدنيا تاني ولا لا. ايوه
أنا مش عارفة جسمي هيستحمل بنج تاني ولا لا. العملية التانية استغرقت قد ايه تقريبا؟ خمس ساعات. بعد العملية عملتي جلسات استنشاق اكسجين؟ لا عملتي إيه؟ من اول يوم، من قبل ما اعمل العملية الاولانية، وهي عبارة عن تشامبر كأنك طالع في طيارة، عارف طيارة لما تنزل انت في ضغط كله اكسجين، ده بيساعد الهيلينج، وبيساعد ان الدم يجري في الجسم ويوصل للمناخير. فانا كنت كل يوم لمده 4 شهور بعمل السيشنز دي. قلت ان العمليه الرابعه كانت صعبه قوي، اصعب واحده فيهم. اصعب واحده لان انا رحت المستشفى كذا مره، اتشكيت فوق 36 مره عشان يلاقوا لي عرق في رجلي هنا 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 عشان يحطوا لي بنج، ما لقوش خالص. فراحوا موديني مستشفى كبيره، دخلت اوضه عمليات، راحوا زرعين لي كانولا تحت الجلد هنا، فهو اكبر عرق اللي واصل للقلب علشان يحطوا لي فيه البنج. ايه الدروس اللي استفدتيها بعد العمليات الاربعه ديت؟ ايه الحاجه اللي انت اتكلمتي فيها مع نفسك بعد الحمد لله ما عملتي الاربعه ووقفتي قدام المرايه لاول مره؟ كان امتى بقى اول مره تبصي لنفسك في المرايه؟ كان امتى؟ يوم ما بعت الصوره. يوم ما بعت الصوره؟ ايوه دي اول مره تبصي. اول مره كنت خايفه تبصي لنفسك في المرايه؟ ولا كنت مطمنه؟ لا كنت خايفه بس. ولا انت كنت قلت لهم وريني شكل ايه دلوقتي؟ يعني لا 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 لا, لا 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 انا كنت عايزه اعرف لما يخلص كله، عايزه ابص، ما حبيتش اشوف. طب لما شفتي صورتك في المرايه لاول مره بعد كام سنه؟ سنتين ونص. حسيتي بايه؟ سجدت ربنا وحمدت، حمدت ربنا قوي، حمدت ربنا قوي، لان انا مش من النوع المتعوده ان انا قاعده كده ما بعملش حاجه. انا بقول لك حياتي كلها كانت فروسيه من وانا عندي 9 سنين. لما دخلت الوسط الفني كان واخد كل شغلي كل وقتي، اني عايزه اعمل حاجات احسن واحسن واحسن واحسن. لقيت كل احلامي دي، ما عنديش عيله، ما عنديش اولاد، ما عنديش فاميلي، ما عنديش حاجه، عايزه حاجه في حياتي، عايزه لحياتي ايه. مع انها انا لما اقف قدام ربنا في يوم من الايام عندي حاجات اقولها له، يعني ممكن اقول له وانا صغيره كنت بطله الناشئين في الامارات، كنت بطله الامارات 5 سنين، كنت بطله الوطن العربي وانا البنت الوحيده في الرياضه دي، كنت في منتخب مصر، كنت ملكه جمال مصر، وبقيت يعني من الممثلات يعني اللي ليا بصمه. يعني عندي حاجات اقولها له، يعني مش حياتي ما كانتش. طب انت يعني التجربه دي ما خليكيش تفكري في الجواز تاني بشكل اكبر، ان تلاقي حد تتسني عليه هو فين يحتويكي، هو عشان فين عشان تكملي معاه مشوار الحياه؟ هو فين؟ يعني انت عايزه عريس دلوقتي؟ لا انا مش بشحت. انت لا اصل لو قلنا حريه فرغالي عايزه عريس، انا واثق ان بعد الحلقه دي يعني قولي اوكي انت عايزه عريس. لا طبعا انا نفسي اتجوز ويبقى عندي ماي اون فاميلي. ايه المواصفات اللي عايزاها في العريس؟ انه يراعي ربنا فيا، واني احس ان انا يعني ماليه عينه ومكفيه. يعني ايه الصفه اللي انت شايفاها لازم تكون موجوده فيه؟ لازم يكون طيب، ولازم يكون صادق، ويعني ومش كذاب، لازم يكون صادق وحنين ورومانسي ومالي عينه، يعني لو ملكة جمال العالم كده فاتت من قدامه يبص لها. طب ما انت ملكة جمال مصر. لا ما هو عايزه اقول لك ان ممكن واحده زي القمر بس مع الوقت هتشوفها عادي. التمثال الجميل لما بتقعد تتفرج عليه كتير ما بيبقاش جميل خلاص. تفتكري ان احنا يعني في زمن لسه في حب وفي مشاعر، ولا ايقاع الحياه خلانا خلاص نقدم استقالتنا من مشاعرنا الحلوه؟ بص انا قلت لك انا ميزان، وانا رومانسيه جدا جدا وعاطفيه جدا جدا. انا عايزه اقول لك اني بعيش قصص حب كتيره جدا في كل اغنيه بسمعها، في كل فيلم بسمعه. وعايزه اقول لك ان لما بيخلص الفيلم بحس ان انا اللي كنت عايشه الحياه دي. يعني اصل الحب ده زي الورده اللي محتاجه ميه عشان الورده تفضل مفتحه. احنا ما نقدرش نعيش من غير حب. الحب زي الهواء، مش بس حب راجل لست، الحب عامه. ف
فأنا من الناس اللي محرومة حتى من ده. طب انت بعد قصة حبك مع خطيبك اللي مات الله يرحمه، الله يرحمه، ما عشتيش ولا قصة حب حقيقية؟ لا. عارف ليه؟ ليه؟ ودي غلط، دي غلطة فيا، لأني دايما بقارن بين مين ومين؟ يعني لو قابلت أي حد مثلا، انت يعني في حد معين مثلا من اللي انا اختار، انت صوتك حنين زياده عن اللزوم، انت بتدلعي على الجرسون. لا، لا والله ابدا، بتكلم عادي. لا، انت لبسك مش عارفه عامل ازاي، طب ما احنا جايبينه مع بعض. يعني انا دايما بقارن باللي توفى، هو ليه عمره في حياته ما اشتكى كميه الشكاوي اللي هم بيشتكوها؟ هو الله يرحمه توفى، توفى بايه؟ حاسه عربيه. حاسه عربيه، كنت معاه؟ لا ما كنتش معاه، كان عنده 22 سنه. دي كانت اكبر صدمه في حياتي. ده كان اول حب في حياتي ومات قبل فرحي بيوم. قعدت بعدها قد ايه بقى في لا لا ده لا قعدت، قعدت كتير، قعدت كتير، وما كنتش طبيعيه فتره طويله. يعني لان كنت اول مره اعرف حد يموت، يعني جدتي جدي كل دول كانوا ماتوا قبل ما اتولد. اول مره في حياتي اعرف حد يموت، وحد انا عشقته وكان اول حب في حياتي. الزواج او الجواز اللي تم ما قدرش يعني يملى لا مشاعرك؟ طبعا، هو كان ده كان لازم، مش ده كان لازم يقتلني، لان انا ساعات كنت بنادي باسم اللي مات. يعني فهي كانت غلطه، هو كان في الوقت ده ما كانش كان ينفع، يعني كان المفروض الواحد يستنى شويه. بس هي مامي كانت، ما كانش جواز عن حب؟ لا كان جواز الجواز؟ كان هي كانت فاكره ان وجودي ان انا ارجع مصر تاني وان انا ابتدي حياه جديده، فتدخلني ملكه جمال وتجوزني وكده، فانا هنسى الفتره دي. بس طبعا الحكايه دي انا سالتك من شويه، بس انا السؤال محتاج يعني صدق مع نفسك قبل ما يكون صدق مع المشاهدين او معايا. وانا ما بحبش ابقى قاسي في اسئلتي، لا بس لا هي اتفضل. ما زلت يعني بحس، هل عمليه استئصال الرحم اللي انت عملتيها بسبب بعض الاورام اللي موجوده في الرحم ممكن تكون سبب في عدم تفكيرك في الجواز مره تانية؟ على فكره انا ما استأصلتش الرحم، هو الرحم موجود. انا استأصلت الاورام اللي جوه الرحم وبره الرحم، بس هو شكل الرحم ما يشيلش بيبي، ما يشيلش بيبي. انت فاهم؟ لكن انا ده انا جوايا حب يكفي الكره الارضيه دي كلها لاي طفل. انا كفايه نفسي تبقى في حته نازله مني كده في الدنيا. نفسي لو انا مت في يوم من الايام ابني او بنتي يختموا لي قران، يدعوا لي. نفسي استثمر فيهم ان انا يعني ابقى مربيه تربيه كويسه، فربنا يدخلني الجنه ان انا قدرت ان انا يعني اربي الطفل كويس. انا جوايا حب كبير، او بحب الاطفال جدا. ما فكرتيش تتبني طفل؟ الحقيقه انا كانت في واحده بتشتغل عندي وجات لي وقالت لي يا فندم انا حامل، والراجل اللي انا حبلت منه ده اول ما عرف هرب وما اعرفش حاجه عنه خالص، وانا مش عارفه اعمل ايه. قلت لها انت عايزاه ولا مش عايزاه؟ قالت لي انا عايزاه. قلت لها طيب ممكن انا اتبناه؟ قالت لي اه. طب قلت لها انت امه موجوده هتبقي معانا كلها، بس انا هطلع له باسبور مصري وانا هصرف عليه وانا كل حاجه، وانت معايا وبابا ده يبقى بدل ما يبقى عنده ام واحده يبقى عنده امين، لان انا ما اقدرش، انا مش متجوزه، ما اقدرش اروح لدار واقول لهم عايزه. المهم وخلفت وسميت الولد ادم، وطلعت له وخليت سواقي يجوزها علشان البيبي يبقى له باسبور مصري كمان. اول ما الولد ابتدى يرتبط بيا ويحبني خدته وهربت، خدته وهربت. عندي كم سنه تربيه بقى ربيتيه فيها؟ 6 سنين. 6 سنين. حجم الوجع في حياتك كبير قوي يا حوريه. قوي قوي، بس الحمد لله. تتعاملي ازاي مع الوجع ده كله؟
اللي ربنا بيحبه بيبتليه يعني، فأنا عزائي الوحيد إن ربنا أكيد بيحبني. هل يعني انفصال الوالد عن الوالدة عمل شرخ في حياتك انت شخصيا؟ هم انفصلوا في سن مبكرة ولا في سن كبيرة؟ بابي ومامي طلعوا انا عندي 48 ساعة يومين. انا عمري ما شفت ابويا مع امي ابدا. ابويا استاذ جراح كبير قوي في الكويت، بقاله في 50 سنة عايش هناك، ومامي هنا. يعني مامي هي يعني اللي انا اعرفها. انا بابي جالك العملية بابا سأل عليكي؟ لا 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 ولا دلوقتي؟ لا، هو زعلان مني. ليه؟ علشان هو عمره يعني ما كنت بطلب منه، لو عندي مشكلة او حاجة فكنت احاول اكلمه عشان يساعدني فيها، فهو كان دايما يشيل ايده وما يرضاش ان هو يتدخل في اي مشكلة. فحصلت لي مشكلة كده، كانت بيني وبين مامتي، فكنت عايزة هو يتدخل فيتكلم مع مامي فيها، فمرضاش. فقلت له طيب يا بابي انا اسفة، انت عمرك في حياتك ما وقفت جنبي، وعمري ما طلبت منك طلب ووقفت جنبي فيه، فانا خلاص يا بابي انا عمري ما هطلب منك اي حاجه تاني. فهو اتقمص بقى وبطل يرد على تليفوناتي وبطل يتكلم وبطل كل يعني حاجه. انت كنت بتكلميه ما مش بيرد عليكي؟ في الاخر يعني يعني من كام سنه ما كلمكيش مثلا؟ لا، قبل ما اسافر يعني. هو اول مره يظهر في حياتي 2002 بس بس. يعني انت كنت خلاص يعني مش صغيره على فكره. اقول انا طول الفتره دي بقى هو عايش في الكويت ومتجوز وعايش حياته بس كده. معقوله انت بنت الوحيده ولا عنده محمد اخويا كبير. بيكلم محمد؟ لا، محمد ما طبعا. السبب يعني اصل اب بنته بتعمل عمليه ممكن تموت فيها، ايه اللي يخليه ما يسالش عليها يعني؟ بص، اكيد انا ما اعرفش بس انا ما اعرفش ايه يعني الحقيقه ورا طلاق يعني الشخصيتين دول. بس اللي انا حاسه ان الشخصيتين دول عايزين ينتقموا من بعض طول الوقت طول الوقت، في يعني بس مش في الأولاد. بينا يعني. انت فاهم يعني؟ ما اعرفش يعني. يعني انا مثلا بحس ان ابويا بيحب اخواتي اللي من مراته التانية اكتر مني بكتير. انا واخويا بيحبهم اكتر مننا بكتير. طب مين كان بيصرف عليكي وانت صغير؟ مامي وانا كمان في دبي. لما دخلت منتخب الناشئين كان ليا مرتب، ولما بقيت في المنتخب بقى ليا مرتب، ولما بقيت اطلع بطولات فبتاعت عارف الجوائز غاليه قد ايه في يعني الفروسيه. انت كنت بتصرفي على نفسك اي من سن كام سنة؟ انا بتاعت من ناشئين من 13. من سن 13 سنة بتصرفي على نفسك من المنح اللي بتاخديها في المسابقات. ايوه يعني والمنح يعني اللي انت هي عشت لو طفولتك يا حورية. انا ما عشتش طفولة خالص خالص. ويمكن دي من الاسباب ان انا بتصدم في الناس. لان لما الاطفال بيروحوا المدرسه بيمنجل مع اطفال تانية، فبتعرف مين الطفل الكويس مين الوحش مين اللي مش عارفه ايه. انا ما ده ما حصليش. انا طول حياتي كانت مذاكرتي منازل بسبب الفروسيه والسفر من بلد لبلد 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 لبلد. فلا، لا عشت المراهقه اللي المفروض اعيشها ولا الطفوله اللي المفروض اعيشها. تحبي تقولي لبابا ايه النهارده؟ يعني انت عملتي العمليه الحمد لله وانت بالسلامه وبابا ما سالش عليك، عايز تقولي له ايه النهارده؟ هو اكيد شايفك. هقول له يا بابي انت وحشتني، وانا عارفه ان انت كنت بتقول ان العمليه دي هتفشل وانا مش هتنجح، بس الحمد لله هي نجحت وما فشلتش. وعايز اقول لك ان انا فخوره بيك جدا. ان انا ابويا على فكره من احسن دكاتره العالم. انا
وبحبه جدا على فكره، بس هو في حاجات انا مش عارفاها، يعني في حاجات في الماضي انا مش عارفاها. ومامي نفس الحكايه، يعني مامي برضو بتصعب عليا كتير، لان ما اعرفش هما شافوا ايه مع بعض، بس هما الاتنين طبعا مش قايلين لنا، بس احنا ككبار حاسين ان الجوازه دي هما الاتنين اتأذوا فيها جامد يعني. بس انا واخويا كنا الثمن يعني. الحقيقه انت يعني طيبه جدا، بس انا عايز اوجه رساله لوالدك. انا اللي بوجه له رساله، بقول له الحقيقه يعني يا دكتور لك كل احترامك، لكن بعتقد انا بكلمك كأب وانت كأب، ما اعتقدش ان في اصعب على الانسان ان يكون عارف ان بنته معرضه للخطر في عمليه وما يسالش عليها ايا كان خلافه او زعله منها. في لحظات بننسى كل حاجه ونفتكر بس صله الدم والرحم والابوه، دي شيء عظيم. الاب هو السند والظهر ومصدر الامان في حياه البنت بالذات. فما اعرفش يعني هل في اسباب منطقيه او غير منطقيه. انا في تقديري ما فيش اي اسباب تمنع ان اب يكون جنب بنته في وقت الخطر. بس انا هقول لحضرتك حاجه يا دكتور، الحب والاهتمام مش بيشتروا، محدش بيشتريهم. بس بين الاب وبنته مفيش حاجه اسمها ايوه حب، ده هو البنت دي حته من ابوها، يعني مشاعر لا توصف. فانا ما اقدرش اتخيل مهما كان حجم الزعل، انا ما اعرفش حتى انت عملتي ايه وزعلتي في ايه. والله العظيم ما عملت حاجه، لكن انا بقول رغم اي شيء ممكن يكون، كل واحد اكيد هو لو اتكلم هيبقى عنده وجهه نظر تانية، لكن انا بقول في لحظه مش ممكن الاب غير انه يقول انا اب وبنتي في خطر في غرفه عمليات، هتعمل عمليه 10 ساعات ممكن تعيش ممكن تموت. يعني لا، انا اكتر حاجه زعلتني انه هو قاعد يقول للناس العمليه دي هتفشل وهترجع طب ليه يا بوب؟ طب ليه التشاؤم ده؟ طب اديني دفعه، اديني هوب. اتمنى ان يعني انكم تتكلموا قريب، لان انا الحقيقه بيصعب عليا جدا في البرنامج ده بالذات. انا بعت له على الفيسبوك، يعني انا عايز اقول لك انا دوري الاجتماعي في هذا البرنامج هو ان احنا نوصل الناس ببعضها ونصلح العلاقات الاجتماعيه، ده دور البرنامج الاساسي الانساني. فانا بستغل الفرصه وبدعو الدكتور ست الدكتور المحترم ان هو يرجع لحضن بنته وان بنته ترجع لحضنه. والله انا بعت له على الفيسبوك قلت له بابي انت وحشتني قوي، ما ردش عليا. ربنا يصلح الاحوال. ربنا. اخواتك طيب من باباكي بيسالوا عليكي؟ عندي اخ اسماعيل ده عايش في الصين وهو بيكلمني ناون اند ذن. اختي التانية لا بتكرهني جدا وما اعرفش ليه بتكرهني جدا. بتكرهك ليه طيب؟ ما اعرفش، بتكرهني جدا وبتتكلم عني وحش جدا وشمعنى انت عندك ام وانا ما عنديش ام، وهي امها ماتت في حرب الخليج. اشمعنى انت ممثله وش يعني بنت يعني لا يعني اذتني جامد وانا ما تربيتش معاها يعني، بس هي ما فيش ريحه الحب ناحيتي ابدا. طيب التمثيل بقى وحشك؟